لا شك بأن ألعاب سباق السيارات تعتبر من أقدم أنواع الألعاب، وبدأت منذ ظهور الألعاب الفيديو بشكل عام. واليوم راح نأخذكم في رحلة عبر الزمن، نتكلم فيها عن تاريخ ألعاب سيارات السباق وأيضا تطويرها عبر السنين. وقبل ما نبدأ لا تنسون أزر لايك واشتركوا في القناة وفعل الجرس. والحين خلونا نبدأ. بداية رحلتنا بتكون في السبعينات، بحيث في 1973 أطلقت شركة أتاري العريقة أول لعبة سباقات في التاريخ باسم سبيس ريس. هي كانت عبارة عن لعبة سباق سفن فضائية بطابع أركيدي، والهدف فيها كان التسابق مع منافسين من السفن الفضائية الثانية، وأيضا محاولة الابتعاد عن النيازك والجرم الفضائية في اللعبة. رسومها كانت بدائية طبعا بلون أبيض وأسود فقط، وأيضا كان في نظام لعب لشخصين باستخدام عصا التحكم الثانية للاعب الثاني. وبعد عام من إطلاق لعبتهم السباق الأولى رجعت أتاري، وهذه المرة بإطلاق أول لعبة سباق سيارات في التاريخ باسم جراند تانك 10. كانت عبارة عن تصوير لمضمار السباق من فوق بلون أبيض وأسود فقط، واستخدام السيارة في السباق مع المنافسين. وبعدها في نفس السنة ظهر منافس جديد في الساحة وهي شركة تايتو، وأطلقوا أول لعبة سباق سيارات لهم باسم سبيد ريس، وهي لعبة من تصميم توموشيرو نيشيكادو مصمم لعبة سبيس انفيدرز الشهيرة. وفيها اللاعب راح يسوق السيارة في مضمار مستقيم وعليه ان يتجاوز باقي المنافسين في المضمار. وتم احضار اللعبة للغرب باسم ويلز من طرف شركة ميدوي، وكان لها تأثير كبير في المستقبل لتطوير العاب سباق السيارات. في عام 1976 دخلت سيجا سوق العاب السباق باصدار لعبتهم موتور كروس، وهي عبارة عن لعبة سباق دراجات نارية. تم احضارها للغرب باسم فانز، وهو اسم شخصية مشهورة في مسلسل امريكي كوميدي هابي دايز. اللعبة كان يميزها ان كان فيها نظام رؤية ثلاثي الابعاد، وايضا حساس الاهتزاز فيها كان يستخدم فيه مقود الدراجة المدمج في جهاز الاركيد، بحيث يهتز اذا صدم اللاعب بلاعب اخر في المضمار. وفي اكتوبر 1976 رجعت اتاري بلعبة سيارات جديدة باسم نايت درايفر، وقدمت المنظور الاول في اللعبة بحيث تحسسك انك داخل السيارة فعلا وانت تلعب، وتعتبر اول لعبة سيارات في التاريخ بدأت المنظور الاول في اللعبة. وفي نفس العام ظهرت لعبة ثانية تعرف باسم Death Race من شركة XCD، هي عبارة عن مود للعبة Destruction Derby، وفكرتها تكون في حلبة تصادم السيارات وتجمع النقاط، والكثير اعتبرها من اعنف الالعاب وقتها لانها حصلت انتقاد كبير ضدها، واللي ادى لانتشارها وزيادة شعبيتها. في عام 1977 اتاري ايضا اطلقت لعبة سوبر بج، وهي تعتبر اول لعبة سيارات في التاريخ يكون فيها مضمار متحرك او سكرولينج بعكس العاب السيارات اللي سبقتها واللي كان فيها مضمار من شاشة واحدة. وهذه اللعبة كانت النقلة النوعية للعاب السيارات وقتها. وبعدها سيجا اطلقت لعبة سباق دراجات جديدة باسم تي تي، وهي عبارة عن لعبة سباق دراجات تدعم لاعبين في نفس الوقت. وفي عام 1979 ظهرت لعبة باسم سبيد فريكس من تطوير فيكتور بيم، وكانت أول لعبة سيارات تحاكي فيها رسم المضلعات وثلاثية الأبعاد واللي تعرف باسم فيكتور، والناس وقتها قالوا أنها كانت لعبة ممتازة وسابقة وقتها. والآن ننتقل لجيل الثمانينات، وبداية بلعبة رالي إكس من الشركة العريقة نامكو، وهي كانت تعتبر أول لعبة في التاريخ يكون فيها موسيقى في الخلفية، وكانت تسمح للتحرك في المضمار باتجاهات مختلفة بشكل أفقي أو عمودي، وكان الإمكان بالتحرك بين الشاشات بسرعة كبيرة في أكثر من اتجاه، وأيضا كان فيها رادار بحيث كان يبين فيه أماكن باقي المتسابقين الرالي في المضمار، وكانت تعتبر وقتها أكثر لعبة سيارات فيها خصائص متنوعة واستفادت من الألعاب اللي سبقتها. وفي عام 1982 أطلقت أتاري لعبة السيارات المشهورة بول بوزيشن، وكانت من تطوير نامكو ونشر أتاري في الغرب، وكانت أول لعبة سيارات مبنية على مضمار سيارات حقيقي، والأولى اللي أضافت فيها نظام اللفات بحيث اللاعب يحتاج يحقق زمن قياسي في كل لفة في طور سباق ضد الزمن عشان بعدين يقدر يفوز فيه ويشارك في طور السباق الجراند بري. اللعبة حققت نجاحات كبيرة وقتها، وكثير من الألعاب حاولت تقلدها في وقتها لكن ما حد قدر يتفوق عليها. وفي عام 1985 أطلقت سيجا لعبة هانج أون، وهي سباق دراجات نارية في نظام الجراند بري، وكانت أول لعبة أركادية تستخدم رسوم 16 بت وتقنية سيجا سوبر سكيلر، واللي تمكن من تحويل رسوم اللعبة إلى شبه ثلاثي الأبعاد. وفي عام 1986 أطلقت شركة دورال لعبة تيربو إي سبيريت، وفيها استخدموا شركة لوتس للسيارات، وأيضا جهاز الأركيد فيه شكل سيارة
وأضواء أمامية تضيء. وأيضا في نفس السنة سيجا أطلقت لعبتها الشهيرة أوت رن، وللكثير يعتبرها من أجمل ألعاب من ناحية الرسوم وقتها. وكان في اللعبة مقطوعات موسيقى تقدر تختارها عن طريق تغيير محطات الراديو في السيارة، وكان فيها بعد 5 نهايات مختلفة تكون عبر سلك طرق مختلفة في اللعبة، وكل نهاية يكون فيها مشهد مختلف خاص فيها. وفي عام 1987 أطلقت شركة سكوير لعبة راد ريسر، وهي كانت تعتبر من أوائل ألعاب الرؤية الثلاثية الأبعاد باستخدام نظارات خاصة فيها. وبعدها في نفس السنة أطلقت أتاري لعبة رود بلاسترز، وهي لعبة سباق سيارات وإطلاق نار في نفس الوقت. وسوني أطلقت لعبة سيارات على جهاز كمبيوتر العائلة باسم باريس دكار رالي سبيشل، وهي كانت لعبة تدمج بين عنصر المغامرة والبلاتفورم، وفيها بتلعب سيارة واللي تغامر فيها وتطلق رصاص منها، والميز فيها أنها استخدمت أنواع السيارات حقيقية من رالي دكار الشهير في باريس، وسائق السيارة يقدر ينزل منها ويغامر في عالمها ويحل الغاز فيها. كانت لعبة غريبة جدا. وفي عام 1989 أطلقت أتاري لعبة هارت دريفن، وهي لعبة سباق سيارات أركادية برسوم ثلاثية أبعاد حقيقية، وأيضا كان فيها مقود سيارة مدمج يكون فيه خاصية أنه يصير ثقيل في التحكم لو دخل طريق وعر في اللعبة أو في المنعطفات الحادة، وكان فيها كاميرا إعادة لمشهد اصطدام السيارة في اللعبة. وفي نفس العام تم إطلاق لعبة إنديانابوليس 500 The Simulation، وكانت تعتبر أول لعبة محاكاة سيارات في التاريخ، بحيث كان فيها مضامير حقيقية ورسوم ثلاثية أبعاد مبهرة، وأيضا تعطل السيارات والتعديل فيها بأدق التفاصيل الميكانيكية، وحاولت اللعبة أيضا محاكاة الفيزيائية في قيادة السيارة والانعطاف في مضمار السباق. والآن ننتقل لجيل التسعينات، وبداية مع عام 1992 ولعبة فورميلا 1 جراند بري، وكانت لعبة سباق سيارات الفورميلا بمحاكاة أقرب للواقع من كل التفاصيل فيها على جهاز الكمبيوتر الشخصي، وكان فيها سائقين مشاهير ومضامير حقيقية. وفي نفس العام أطلقت سيجا لعبة فيرتشوال ريسينج، وكانت عبارة عن لعبة سباق سيارات برسوم ثلاثية الأبعاد حقيقية، واكتسبت خصائص كثيرة من الألعاب اللي سبقتها، وكان فيها طور لعب جماعي ووضعت الأسس في ألعاب السباق سيارات ثلاثية الأبعاد اللي جت بعدها. وفي نفس العام أيضا أطلقت نينتندو لعبة السيارات الأسطورية سوبر ماريو كارت، وكانت عبارة عن لعبة سباق سيارات باستخدام شخصيات ألعاب نينتندو المحبوبة، وأيضا فيها أسلحة متنوعة ومضامير، وأيضا طور قتال بين اللاعبين. واللعبة نجحت نجاح كبير جدا وصنعت نوع جديد من الألعاب وهو سباق السيارات القتالية. وفي عام 1993 دخلت العملاقة نامكو السوق بلعبتها الشهيرة ريج ريسر، وكانت لعبة سباق سيارات برسوم ثلاثية الأبعاد مذهلة وسرعة في الإطارات في اللعبة، وكان فيها تنوع في السيارات وأيضا المضامير فيها. ومن هنا بدأ عصر ألعاب سباق السيارات برسوم ثلاثية الأبعاد. وفي نفس السنة أيضا أطلقت سيجا لعبتها المشهورة دايتونا USA، وكانت أيضا مبهرة من ناحية الرسوم الصوتيات فيها، خصوصا موسيقى اللعبة الأساسية. وفي عام 1994 أطلقت EA لعبتهم المشهورة The Need for Speed، وكانت تمتاز برسوم ثلاثية الأبعاد واقعية باستخدام رخصة مجلة السيارات الشهيرة Need for Speed، وبكذا قدروا يحصلون على ترخيص أسامي شركات كبيرة في لعبتهم مثل فراري. وأيضا في نفس السنة أطلقت ميدوي لعبة كروز USA، وهي لعبة سباق سيارات برسوم ثنائية حقيقية والسباق في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1995 أطلقت سيجا لعبتها الشهيرة سيجا رالي تشامبيونشيب، وهي كانت من أفضل ألعاب الرالي في وقتها، وأيضا استخدمت طور اللعب التعاوني مع لاعب آخر، وكانت أيضا تعتبر من أول ألعاب السيارات اللي تقدم فيها أنواع مختلفة من الطرق للسير فيها مثل الأسفلت والرمل والطين، وكل طريق له خواص فيزيائية لتميزه أثناء القيادة عليه. وفي نفس العام أيضا تم إطلاق أشهر لعبة قتال سيارات تويستد ميتل، وتميزت أنها كانت فيها شخصيات غريبة وكل واحد منهم لا سيارة خاصة تميزه، وفيها ضربة قاضية خاصة تميزه أيضا، ويكون في قتال سيارات أخرى في مضامير على هيئة حلبات. وفي عام 1996 أطلقت العملاقة نينتندو لعبة ماريو كارت 64، كانت عبارة عن نسخة ثلاثية الأبعاد من لعبتهم المشهورة ماريو كارت، وتم إضافة أسلوب لعب جديد وأيضا شخصيات ومضامير مختلفة، ونجحت نجاح باهر على جهاز نينتندو 64. وفي عام 1997 تم إصدار لعبة محاكاة السيارات الأسطورية جراند توريزمو، واعتبرها النقاد أنها كانت أكثر لعبة سيارات محاكاة للواقعية وقتها، وأكثر شيء تميزت فيه هو تنوع أنواع السيارات اللي فيه، واستخدمت رخص وكالات سيارات مشهورة، وأيضا تطوير والتعديل على السيارات كان جدا ممتاز وواقعي، وكان فيها طور الكارير
واللي تمكنك انك تبدا من الصفر وتحترف وتحصل على ترقيات في رخص السواقه داخل اللعبه كل ما تقدمت فيها. وفي عام 1998 صدرت لعبه كولين ماكري رالي على جهاز الكمبيوتر الشخصي، وقتها كانت افضل لعبه محاكاه سيارات على البي سي. وفي عام 1999 تم اصدار لعبه كراش تيم ريسينج سي تي ار، وكانت تعتبر نسخه بلاي ستيشن من لعبه ماريو كارت، لكن قدمت اختلافات واضافات كثيره، من اهمها طور قصه ممتع وايضا خاصيه البوست عند المنعطفات. والان ننتقل للجيل 2000 وبدايه مع لعبه ميد نايت كلاب ريسينج من تطوير انجل ستوديو، واللي لاحقا راح يعرفون باسم روك ستار سان دييغو، وكانت لعبه سباق سيارات في عالم مفتوح وتتحدى فيه بقيه السائقين فيه. اما في عام 2003 اطلقت روك ستار سان دييغو الجزء الثاني باسم ميد نايت كلاب 2، وكانت اول لعبه سيارات في التاريخ يكون فيها سيارات ودراجات ناريه قابله للعب. وبعدها العاب السيارات استمرت في التغيير والتطوير الى ان وصلت الى الالعاب اللي نلعبها في وقتنا هذا. كانت هذه جولتنا في تاريخ العاب السيارات السباق، اتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا. كان معكم فهد الشيحه، يعطيكم العافيه ومع السلامه.